طلاب أخذنا بالمحاضرات السابقة قبل الامتحان الميد الالكليتنج ايجنت. رجاء الصوت اللي عندكم سدوا طلاب. أخذنا الالكليتنج ايجنت وأخذنا عدة أنواع، إذا نسترجعها نحاول نسترجعها على السريع. أخذنا النوع الأول اللي هو كان بس بيتا هالو الكايل أمين، وأخذنا ثلاث أنواع أو أكثر من خمسة أنواع من المركبات. أخذنا الأزريدين كومباوند، أخذنا الإيبوكسايد والنيتروزويوريا، البايوريدكتيف الكليتنج ايجنت، والالفا بيتا انساتوريتد كاربونيل كومباوندز. هاي الجروبات اللي انا عددتها او المجاميع كلها تدخل من الكليتنج ايجنت اللي هي تعمل الكليشن للدي ان اي. اليوم نحاول نكمل الكليتنج ايجنت انواع، عندنا انواع اخرى اللي عندنا اللي يسمونه فري راديكال الكليتنج ايجنت. من اسمه Free Radical Alkylating Agents، معناها هذه النوع من المركبات تكون Free Radical، هذا الراديكال يعمل Alkylation للDNA. الكيميكال كلاس of compound اللي تشتغل بهذه الطريقة اللي يجب أن تحتوي على مجموعة الميثيل هيدرازين. إذا تلاحظون طلاب الميثيل هيدرازين، شنو الميثيل هيدرازين؟ هو عبارة عن CH3NH2. هنا الـ NH2 عندي معوضة حتى يتكون عندي الدراجز. فأي مركب يحتوي على هذه الجروب اللي هي الميثيل هيدرازين يشتغل فري راديكال الكليتنج ايجنت. إذا من تركيب المركب أقدر أعرف الميكانيزم أوف أكشن أوف دراجز. هذه النوع من المركبات تكوني فري راديكال اللي هي الميثيل راديكال، ومن ثم يعمل الكليشن للدي ان اي. وقلنا وين يصير الكليشن على الدي ان اي طلاب؟ من يقول لي وين بالذات يصير؟ أريد واحد من الطلاب يجاوبني وين يصير بالذات الكليشن بالدي ان اي؟ استونا امتحنين دكتور على موقع. عافية عليكم، ممتاز، عافية. نجي إلى إكزامبل نوع من المركبات اللي يشتغل فري راديكال الكليتنج ايجنت اللي هو عندي البرو كاربازين. البرو كاربازين هذا هو التركيب الموضح أمامكم بالأسفل داي تشوفون طلاب. من أول ما أجي أباوع إلى تركيب المركب شنو يحتوي؟ هيدرازين جروب، إذا تلاحظون أنا حاطتها داخل مربع كاتبة عليها مثل هيدرازين. إذن البروكاربازين يحتوي على المثل هيدرازين جروب، هو عبارة عن سبستيتيوتد هيدرازين دريفيتيفز، يعني عندي الآر هنا معوضة بهاي المجموعة اللي يسموها أزوبروبايل بنزاميد مثل. البروكاربازين يشتغل هاز سبيسيفيك إفكت أون هوتشكينز ديزيز. أول بداية قلنا نجي طلاب إلى الكيميكال نيم، الكيميكال نيم للبروكاربازين. نجي عندي على ذرة النيتروجين اللي أنا حاطة إيدي عليها أو السهم عليها، ذات لحظون طلاب عندي N شو المعوض عليها؟ أزو بروبايل جروب، إذن N أزو بروبايل. رقم أربعة في الأروماتيك رينج، شنو عندي معوض؟ أفتح قوس كبير ثم قوس صغير، عندي على ذرة النيتروجين رقم 2 شنو عندي؟ مثل، إذن 2 مثل. هذا الـ NH2 يسمونه هيدرازينو، إذن 2 مثل هيدرازينو. هذه المجموعة اللي هي CH2 بين المثل هيدرازين والأروماتيك رينج يسموها مثل، إذن مثل أسد القوس بنز أمايد. البنز أمايد اللي هو هذا أنا حطته داخل مربع. أعيد التسمية N أزوبروبايل 4، أفتح قوس كبير ثم قوس صغير، 2 مثل هيدرازينو أسد القوس الصغير مثل المركب بنز أمايد. هذا هو الكيميكال نيم. نجي إلى الميكانيزم أوف أكشن للبروكاربازين أز فري راديكال الكليتنج إيجنت. البروكاربازين أول خطوة حتى يشتغل الكليتنج إيجنت أو فري راديكال لازم يصير بي أوكسيديشن. هنا تعرفون أنتم الأوكسيديشن ماخذيها أنتم مرحلة ثالثة، يصير عنده أوكسيديشن بالسيتوكروم بي 450، كويتنا نعرف هذا الشيء. أول خطوة حيصير بي أوكسيديشن، تتحول إلى أزو بروكاربازين، مجموعة الـ NH تحولت إلى N double bond N، معناها صارت إلى أزو، يسمونه أزو بروكاربازين. هنا الأزو بروكاربازين have two metabolic pathway اللي هي الميجر والماينر. الميجر إذا جاي يشوفون الميجر metabolic pathway اللي هو حيصير بنزيليك أوكسيديشن. شو نقصد بالبنزيليك؟ يا ذرة كربون تكون بنزيليك. إذا تلاحظون قلنا أي ذرة كربون مرتبطة بالأروماتيك رينج هي عبارة عن بنزيليك، ماخذيها بمرحلة ثالثة، لازم تسترجعون معلوماتكم. اللي أنا حاطة عليها نجمة،
هاي ذرة الكربون تقابل بنزل الكربون، إذا حيصير عندي أوكسيديشن. شنو الأنزيم اللي يسوي أوكسيديشن عندنا هنا طلاب؟ ما هو الأنزيم؟ أريد واحد من الطلاب يجاوبني، ما هو الأنزيم اللي يسوي أوكسيديشن البنزيليك؟ أي نوع من الأوكسيديشن؟ من يجاوبني؟ مجموعة أولى أو مجموعة ثانية؟ طلاب؟ البنزيليك أوكسيديشن حيصير عندي بالسيتوكروم بي 450، حيصير عندي أوكسيديشن على ذرة الكربون اللي هي البنزيليك كربون. هنا أنا صار عندي أوكسيديشن، بعد ما يصير عندي أوكسيديشن حيصير عندي هيدروليسيز، وكيتنا نعرف إنه هذه الآثرة حتكون ضعيفة اللي هي بين الكربون والنيتروجين فتنكسر، يتحول عندي إلى ألديهايدويد آبل بارافورمايل أن أزوبروبايل بنزاميد، زائداً المثل ديازين. هذا هو المثل ديازين. المثل ديازين حيصير به تفكك، يحدث له تفكك فيتحول إلى المثل راديكال اللي هو هذا إحنا الحكينا عليه. هذا المثل راديكال يعتبر الكليتينج إيجنت، يعمل الكليشن للنيتروجين 7 الموجودة بالجوانين، وأيضا ربما للأكسجين 6 الموجودة بالجوانين، وأيضا ينطيني أثناء التفاعل مالتي أو التفكك ينطيني الهيدروجين راديكال and نيتروجين غاز. طلاب سمعوني؟ طلاب سمعوني؟ نعم دكتورة. إذا لعد من أسأل سؤال ليش ما حد يجاوبني؟ طلاب كونوا وياي. إذا قلنا الميجر ميتابوليك باثوي، نجي إلى الماينر ميتابوليك باثوي اللي يصير للميكانيزم مالته للبروكاربازين حتى يشتغل كالكليتينج ايجنت. الماينر اللي هو يصير بي ايزومرايزيشن، بعد ما تحول الى ازو بروكاربازين يصير بي ايزومرايزيشن، يتحول الى الهيدرازون. كيتنا تشوفون اللي هي الهيدرازون عباره عن شيف بيز اللي هي سي اتش دبل بوند ان. إذا تحول إلى الهيدروزون، بعد ما تحول إلى الهيدروزون يصير عنده هيدروليسيس، ينطيني المثل هيدرازين. إذا تلاحظون أمامكم هذا المثل هيدرازين، المثل هيدرازين يحصل له أوكسيديشن ويتحول إلى المثل ديازين. المثل ديازين كما ذكرت قبل شوية يحدث له تفكك وينطيني المثل راديكال اللي هي تعتبر الكليتينج سبيشيز وتعمل الكليشن للN7 أوف جوانين. وايضا اثناء الهيدروليسيز ينطيني الالدهايد اللي حكينا عنه اللي هو بارافورمايل ان ازوبروبايل بنز امايد. الحد هنا واضحه طلاب؟ لو تحبون اعيد لكم اي خطوه. طلاب اوكي، نجي الى أنا حأعيدها من البداية طلاب. نجي إلى الميكانيزم أوف أكشن للبروكاربازين. البروكاربازين حتى نعم يشتغل فري راديكال، شلون عرفنا إنه يشتغل فري راديكال الكليتينج إيجنت؟ من المجموعة الموجودة اللي هي مثل هيدرازين، قلنا أي مركب حتى يشتغل فري راديكال الكليتينج إيجنت لازم يحتوي على هذا الكيميكال كلاس اللي هي مثل هيدرازين سبستيتيوتد مثل هيدرازين. حتى يشتغل الكليتينج إيجنت عندنا تو باثوي اللي هي الميجر والماينر. قبلها حتى يشتغل لازم يحدث له أوكسيديشن للهيدرازين جروب، يحدث أوكسيديشن للهيدرازين جروب. have two pathway، الميجر والماينر pathway. الميجر pathway اللي هو يحدث أوكسيديشن لذرة الكربون اللي هي البنزيليك كربون اللي أنا حاطتها حاط عليها إشارة star. هاي بنزيليك كربون، بعد ما صار أوكسيديشن للبنزيليك كربون حيصير عندي هيدروليسيس أو تتفكك الأصل، لأن نعرف إنه الأصل بين كربون والنيتروجين تكون ضعيفة، لأن هذا المركب شي يسمونه إنترميديا يسمونه كربينول أمين، يتفكك ينطيني المثل ديازين والألديهايد. المثل ديازين هنا أيضا يحدث له تفكك ينطيني المثل راديكال زائدا هيدروجين راديكال زائدا نيتروجين غاز. المثل راديكال اللي هي الكليتينج سبيشيز اللي تعمل الكليشن للN7 أوف جوانين أو الـ O6 أوف جوانين، قلنا الماجوريتي وين يصير؟ على N7 أوف جوانين للدي إن إيه. الأذر باثوي اللي هو الماينر باثوي، الأزوبروكاربازين يحدث له أيزومرايزيشن ويتحول إلى الهيدرازون. الهيدرازون
معناها عندي CH double bond N اللي هي هاي موضح المثل هيدرازين، والألديهايد اللي هو paraformyl N azopropyl benzamide. المثل هيدرازين لازم يتحول إلى المثل ديازين، عملية أوكسيديشن تحدث له معناها فقدان هيدروجين يتحول إلى المثل ديازين، وهنا المثل ديازين كما ذكر سابقا تفكك ينطي الفري راديكال اللي هو عبارة عن الكليتينج سبيشيز. نجي إلى synthesis of procarbazine. حتى نحضر البروكاربازين نحتاج الـ N-azopropyl paratolidamide اللي هو هذا الموضح أمامكم، 2-azodicarboxylate اللي هو هذا. إذن عندي 2 starting material. حيحدث condensation reaction بين الـ N-azopropyl paratolidamide والديأثيل azodicarboxylate وينطيني هذا الـ intermediate. هذا الـ intermediate الموضح أمامكم. أنا عندي مثل هيدرازين، إذا لازم تكون عندي مثل جروب على ذرة النيتروجين، إذا لازم أسوي مثليشن على ذرة النيتروجين تحتوي على الهيدروجين بوجود المثل أيودايد والصوديوم هيدرايد حيصير عندي مثليشن. بعد ما صار عندي مثليشن أنا هذه المجموعة الكاربوكسيليت جروب أنا ما أحتاجها لأن أنا إضافية ضفناها حتى نسوي بروتكشن، أبدي نسوي لها هيدروليز بوجود الأسيد حيصير عندي هيدروليسيس وحينطيني البروكاربازين الموضح أمامكم. نجي إلى اليوزز أوف بروكاربازين. أنا ذكرت قبل شوية أنه يستخدم في الهوكين ديزيز وموجود هو بالMOPP ريجمين اللي هو الميكلور إيثامين أنكوبين بروكاربازين آن بريديسون. أيضا يستخدم أيضا بالملجنة لنفوما سمول سيل لان كانسر آند برين تيومر، موجود على شكل كبسول 50 ميليغرام. الشغلة الأخرى الموجودة بالبروكاربازين والتعتبر هي مهمة هو have structure similarity to monoamino oxidase inhibitor، فمعناها يسوي inhibition للmonoamino oxidase. هذه الحالة إذا سوي as antihypertensive شو يسمونه الكاتيكول أمين، نعرف إنه إذا استخدمناه ويا الكاتيكول أمين فمعناها تزداد الهاي تنشن للكاتيكول أمين الدوز. نجي إلى نوع آخر من الالكليتينج إيجنت اللي يدعى بالكارب كربونيوم أيون جنريتر الكليتر، معناها من اسمه نانا فمعناها هذا المركب يكون لي كربونيوم أيون، وهذا الكربونيوم أيون هو يعتبر الكليتينج سبيشيز. عندي مثال واحد اللي حناخذه اليوم اللي هو مركبات الترايازين. عرفون شنو معنى الترايازين؟ هسا أقولكم شنو معنى الترايازين. عندي إكزامبل واحد اللي هو الداكاربازين. إذا نباوع إلى تركيب الداكاربازين، الداكاربازين النحن يسموها الترايازين. إذا هذا المركب يشتغل as carbonium ion generator as alkylator. نجي أول شيء للكيميكال نيم قبل لا أدخل بقية التفاصيل. الكيميكال نيم نباوع عندي في الموقع 5 إذا موجود هذه الحلقة يسموها إميدازول كلكم تعرفوها. عندي على ذرة الكربون رقم 5. نعم. نعم عيني قولي فضلي. نعم انتو يا سلاد يمكم هسه موجود ظهر عندكم عيني. يلا ممتاز ممتاز عافية عليك. يلا شو اسمك حبابة؟ نجي إلى الداكاربازين. الداكاربازين يحتوي على مجموعة الترايازين. إذا تلاحظون مجموعة الترايازين اللي هي أنا حاطتها داخل مربع اللي يحتوي مجموعة الترايازين يشتغل as a carbonium ion generator، يعني يكون الكربونيوم ايون بالتالي يشتغل as a chelation للDNA. نجي إلى chemical name للداكاربازين. أول شيء قلنا هذون عندي في الرقم 5 على ذرة الكربون رقم 5 بالإميدازول، افتح قوس في رقم 3 شنو عندي 3
3-dimethyl. في رقم واحد شنو عندي عذرة النيتروجين ترايزينايل اللي هي مجموعة ترايزين. أوكي. عندي 1H أسيد القوس 1H إميدازول 1H نرجع من جديد للكيميكال نيم. عندي في رقم خمسة أفتح قوس 3-4 كاربوكسامايد. هنا ده كاربازين قلنا هو عبارة عن كربونيوم أيون جنريتر as alkylating agent. أيضا كانوا في البداية يعتقدون هو أنتي ميتابولايت، يشتغل كأنتي ميتابولايت وليس كالكيليتنج إيجنت. ليش كانوا يعتقدون هذا الشيء؟ لأن أكو ستركتشر سيميلاريتي بين الداكاربازين والإنترميديت اللي يستخدم بالبيورين بايوسينتيسز اللي هو الموضح أمامكم يسمونه 5-amino-intermediate يشبه تركيب الداكاربازين. لذلك قالوا الداكاربازين يشتغل كأنتي ميتابوليت، كان هذا الاعتقاد مالتهم لأنه أكو ستركتشر سيميلاريتي بينه وبين الانترميديت اللي يشتغل اللي يستخدم بالبيورين بايوسينتيسيس. الميكانيزم أوف أكشن، الميكانيزم أوف أكشن أيضا البروكاربازين have two mechanism of action. أول خطوة حتى يشتغل كالكيليتنج إيجنت لازم يصير بي أوكسيديتيف دي الكيليشن بالسيتوكروم بي 450 ذات له يكون أنا موضح حتى أمامكم. حيتحول عندي دايميثيل، حيتحول عندي مونو بوكسامايد. هاي أول خطوة. ومن ثم هذا الجزء حيحدث له حيحدث له هيدروليسيز يعطيني الفايف أمين ويتحول إلى 5-amino-imidazole for carboxamide زائد الميثيل ديازو هيدروكسيد. الميثيل ديازو هيدروكسيد يحدث له تفكك يتحول إلى الديازوميثين، ومن ثم الديازوميثين يحدث له تفكك ينطيني الميثيل كربونيوم أيون. نعم عيني دكتورة، السلايدات راحت وقبل شوية انقطع صوتك. قلنا أول ما أنطلنا اللي هو الالكيليتنج اللي هو كانج بروبوزل اللي هي على الجهة الثانية إنه حيصير بي هيدروليسيز للداكاربازين يتحول إلى الديازونيوم أيون، ومن ثم الديازونيوم أيون يحدث له ديكمبوزيشن وينطيني كربونيوم أيون موضح أمامكم زائد النيتروجين غاز. الكربونيوم أيون هنا أنا حيشتغل كالكيليتنج إيجنت ويعمل الكيليشن للدي إن إيه. وقلنا هي هاي تعتبر سترونج بروبوزل، وانما البروبوزل الثانيه تكون عندي الكربونيوم ايون اللي هو الميثيل كربونيوم ايون تعتبر ويك بروبوزل، لان شافوا انه الداكاربازين ينطيني اكثر فعاليه من الميثيل كربونيوم ايون. اذا عند ذا اذر بروبوزل اللي هي سترونج اللي هي الثانيه اللي حكينا عليها. نجي إلى preparation of the dacarbazine. حتى نحضر الدكربازين نحتاج إلى starting material اللي هو 5-amino-imidazole for carboxamide الموضح أمامكم. بوجود الصوديوم نيترايت والحامض ال HCl حيتكون الديازونيوم أيون، ومن ثم بوجود الديميثيل أمين هذا الديميثيل أمين وبوجود الديميثيل أمين بالميثانول حيتكون عندي الدكربازين. The uses of dacarbazine يستخدم في الميتاستاتيك مالجنت ميلانوما، ويستخدم in combination with other agent in treatment of soft tissue sarcoma. موجود الدوزج فورم على شكل 100 إلى 200 ملي جرام على شكل بايلات. نيجي إلى نوع آخر من الالكيليتنج ايجنت يسمونه الالكايل سلفونيت، وعندي مركب واحد اللي هو من نوع الالكايل سلفونيت. إذا تذكرون بالمحاضرة الأولى يمكن ما أدري أنتو قريتوا أكيد كان عندنا امتحان اللي هو الميثان سلفونيت اللي قلت أنا عنه. عندي نوع واحد من المركبات اللي هو بيو سلفان اللي هو هذا الموضح أمامكم بيو سلفان اللي هو هذا. هذا يسمونه الكايل سلفونيت. شنو الكايل سلفونيت؟ هذا النوع من المركب يحتوي على الميثان سلفونيت جروب اللي هي هذه. هذه هي الميثان سلفونيت جروب. هذه وحدة وهذه الثانية. لذلك يسمونه الكايل سلفونيت. هذا الميثان سلفونيت جروب تعتبر good leaving group، إذا مجموعة مغادرة ممكن إنه بوجود
النيوكليوفيل يعمل لها displacement. إذا بوجود قبل كل شيء خلني دي الكيميكال نيم للكيميكال وورد داي عندي 1 في رقم 1 وفي رقم 4 عندي داي ميثان سلفونايل أوكسي اللي هي ميثان سلفونايل أوكسي المركب كله عبارة عن بيوتان. إذا قلنا وجود الميثان سلفونيت جروب هي تعتبر جود ليفين جروب بوجود الدي ان اي الدي ان اي نيوكليوفايل اللي هي الان 7 عفواني هتهاجم ذرة الكربون مرتبطة بالميثان سلفونيت جروب وبالتالي هتغادر عندي ميثان سلفونيت جروب هيعطيني مونو الكليتد. إذا تلاحظوا هنا صار عندي الكليشن على الجهة واحدة يسمونه المونو الكليتد وأيضا ممكن إنه المجموعة الثانية تغادر بوجود دي ان اي فينطيني الكروس لينكد دي ان اي. أدي أسأل سؤال طلاب الميثان سلفونيت الـ order of reaction هل هي first or second order؟ من يجاوبني؟ طلاب أريد واحد يجاوبني. ميثان سلفونيت نعم first order first first order إذا تباعون التفاعل ما تصير رستن ويل ستارتد ماتيريال مع الدي ان اي إذا شنو يكون second order هاي حاجيها مرتين بالمحاضرة. نعم second order يعني أنا مو كل الأمور أرجع عليها أنا أكو أمور حاجية تسجاي نبهكم عليها رجاء يعني تركزون على هاي الشغلات. أنا ممكن أسألك في أي لحظة first or second أنا حاجيتها في محاضرات سابقة بس هسه جاي أحاول أسترجع وياك المحاضرة حتى تكون ببالك second order إذا تشوفون التفاعل دي يصير بين DNA والstarting material إذا هو شنو second order ما عندي intermediate صار مو إذا هو second order. نجي طبعا البيوسولفان البيوسولفان اللي هو الالكايل سولفونيت كومباوند هذا المركب بيفد عمليه تسمى السلفر ستربينج رياكشن. شنو معنى السلفر ستربينج رياكشن؟ معناها يتفاعل ويا اي مجموعه السلف هيدرايل جروب الموجوده بالجلوتامين الموجوده بالجلوتاثايون الموجوده بالسيستين فحيصير هناك عندك نوع من الرياكشن ويا الاس اتش جروب لذلك يسموها سلفر ستربينج رياكشن فحيتكون عندي سلفونيوم ايون اذا تلاحظون امامكم مع مغادره اللي هي الميثان سلفونيك اسيد مجموعتين من عندها. هذا السلفونيوم ايون يتحول لتترا هيدرو ثايوفين تترا هيدرو ثايوفين ومن ثم الاس جروب هنا حيصير بها اوكسيديشن تتحول الى سلفوكسيد تترا هيدرو ثايوفين 1 اوكسيد ومن ثم ايضا يحدث لها اوكسيديشن تتحول الى السلفون السلفون اللي نعرف السلفوكسيد ثم السلفون تدعى بالسلفونال وهذا الجزء حيصير به هاد اوكسيديشن على ذره الكربون رقم 3 فيتكون 3 هيدروكسي سلفونال ويعتبر هذا الميجر ميتابولايت له. نيجي للبريبريشن اوف بيوسولفان حتى نحضر البيوسولفان عمليه جدا بسيطه نحتاج البيوتان 1,4 دايول معناها عندنا مجموعات او اتش هنا عندي بيوتان عندي مجموعتين او اتش بوجود المثل سولفونايل كلورايد ووجود البيريدين كسولفنت هنا أنا حيكون عندي حيتكون عندي البيوسولفان. اليوزز مالته اللي يستخدم بالكرونيك جرانولوسايت كليوكيميا ولاحظوا انه يصير عندنا ريميشن بال 95% اوف بيشنت افتر ذا فيرست كورس اوف ثيرابي. الدوزج موجود على شكل تابلت. طلاب لحد هنا كملنا الانتي الالكليتنج ايجنت هنا الانتي كانسر ايجنت واخذنا على انواع اول نوع اللي هو كان عندي الالكليتنج ايجنت اليوم غطينا كل الالكليتنج ايجنت. نجي إلى نوع آخر من الأنتي كانسر يسمونه الأنتي ميتابولايت. شو نقصد بالأنتي ميتابولايت؟ خلوها ببالكم هذا النوع من المركبات have structural similarity to the normal substrate ميتابولايت. زين شنو معناها؟ معناها تعمل inhibition inhibit the biosynthesis or use of the normal cellular product اللي هو الميتابولايت. يعني الأنتي ميتابولايت تسوي inhibition للبيوسينثيسيس of nucleic acid الأحماض النووية الموجودة بالجسم وأيضا تعمل inhibition للسينثيسيس of DNA والRNA. ليش؟ لأنه نعرف أنه nucleic acid هي important for synthesis of DNA and RNA.
الانتي بيتابولات استراكتور تشبه هسه حنشوف اللي قدام من حنتحضر عندي الدي ان اي او الار ان اي حنحتاج ستارتنج ماتيريال فحتجي الانتي ميتابولات لها ستراكتشرال سيميلاريتي لهذه الستارتنج ماتيريال اللي هو النورمال سبستريت او الميتابولات فذلك حتسوي انهيبيشن للانزيم الريسبونسبل فور سينثيسيس اوف دي ان اي اند ار ان اي. الميكانيزم اوف اكشن للانتي ميتابولات هي اما تشتغل كانزيم انهيبيتور يعني سوي انهبيشن للانزيم الكي انزيم الموجود اللي يدخل في تحضير النيوكليك اسيد بالتالي انهبيت نيوكليوتايد سينثيسيس. الشيء الثاني انه تتحول حتصير بها انكوربوريشن تو ذا دي ان اي والار ان اي وبالتالي انترفير وذ ذا سيل جروث اند بروليفريشن وهذه حنجي لها بالتفصيل. الكلاسيفيكيشن اوف انتي ميتاب بولايت عندي ثلاث أنواع من الأنتي ميتابولايت. أول نوع يسمونه البيورين أنتاغونس وحنجين أنتاغونس معناها تسوي إنهبيشن للبيورين سينثيسيس والبيرميدين سينثيسيس. هذه المركبات اللي البيورين أنتاغونس والبيرميدين أنتاغونس عادة administered as prodrug. ليش administered as prodrug؟ حتى يصير بها activation inside the body يعني إذا البيورين أنتاغونس والبيرميدين أنتاغونس يكون inactive الدرج يكون inactive يحدث له activation inside the body يتحول إلى nucleoside ومن ثم nucleotide بعد ما يتحول إلى nucleotide هو يعتبر active compound. هذا أسأل سؤال طلاب شنو أقصد بالnucleoside وشنو أقصد بالnucleotide؟ من يجاوبني طلاب؟ شنو يحتوي؟ لا قل لي شنو مكونات النيوكليوسايد وشنو مكونات النيوكليوتايد؟ أنت استقلت كلام صحيح. وبعد؟ والشوغر؟ إيه. عافية. إذا لازم زين معناها من أقول بيورين أنتاغونس معناها هنا البيورين معناها أي مركب يشبه البيورين هسه راح نجي شنو البيورين بس لا يحتوي لا على شوغر ولا على فوسفير صح لو لا مو طلاب وياي من أقول بيورين أنتاغونس معناها الدرج اللي حناخذه هو بس النيوكليك أسيد ما بي لا شوغر ولا فوسفير إذا لازم يصير بي اكتيفيشن يتحول الى نيوكليوسايد نضيف له شوغر وبعدين نضيف له نحول الى نيوكليوتايد نضيف له فوسفيت اذا ما يتحول ولا اسال طلاب هل هو سير سايكل سبيسيفيك ايجنت او سير سايكل نون سبيسيفيك ايجنت ها طلاب سير سايكل سبيسيفيك لو سير سايكل نون سبيسيفيك الانتي ميتاب ولايت عفية عليك سبيسيفيك وين يشتغل بالذات على الاس فيسز هاي كلها احنا ماخذيها عفية عليك سب شو اسمك عيني نجي هسه الى البيورين عباس منذر وزميلتك السابقه اللي جاوبتني شو اسمك عيني من تسمعيني جاوبيني نجي إلى البيورين أنتاغونس والبيرميدين أنتال نعم جسمك عيني بنتي جسمك أوكي نجي علياء فياض علياء فياض عيني بنتي طلاب انتبهوا لي نجي للبيورين اول شيء لازم نعرف البيزك ستراكشر للبيورين نحفظه لان اذا ما نحفظه ما نعرف نشتغل هذا هو البيزك ستراكشر للبيورين البيورين يتكون من حلقتين حلقه سداسيه وحلقه خماسيه هذا الجزء الاول عندي نورين
من نوعين من النيوكليك أسيد هي البيورين نيوكليك أسيد اللي هي الأدينين. إذا تلاحظون الأدينين معناها عندي في رقم 6 عندي NH2، وعندي الجوانين، الجوانين عندي في رقم 2 NH2، في رقم 6 عندي كربونين. ليش؟ يحتوي على البيزك ستركشر للبيورين. عندي البايرميدين، هذا هو البيزك ستركشر للبايرميدين، إذا تلاحظونه هو عبارة عن حلقة سداسية فقط واحدة. عندي ثلاث أنواع من البيرميدين اللي هو السيتوسين، معناها عندي في موقع 6 NH2 في موقع 2 كربونين، وعندي اليوراسيل كربونيل بكربونين، وعندي الثيامين هو يشبه اليوراسيل لكن يحتوي على مجموعة مثل جروب في على ذرة الكربون 5. إذا هسه عرفنا منو البيورين ومنو البيرميدين. نجي إلى أول نوع اللي هو البيورين أنتاغونست. البيورين أنتاغونست، قبل لا أدخل بالبيورين أنتاغونست وأعطيكم المركبات، لازم نعرف السينثيسيس أوف بيورين نيوكليوتايد، خطوات تحضير السينثيسيس أوف بيورين نيوكليوتايد حتى نعرف البيورين أنتاغونست وين يأثر بالذات. نجي حتى نحضر البيورين نحتاج الستارتنج ماتيريال هي 5 فوسفوريبوسايل بايروفوسفيت، هو هذا الستارتنج ماتيريال. هنا أول خطوة بالتحضير البيورين إنه لازم أضيف مجموعة NH2 على ذرة الكربون رقم واحد. هنا حتى أضيف مجموعة NH2 لازم أحتاج الجلوتامين، هذا وجود الجلوتامين هذه ذرة النيتروجين تنضاف على ذرة الكربون رقم واحد حيعطيني 5 فوسفوريبوسايل أمين الموضح أمامكم مع مغادرة البايروفوسفيت والجلوتاميك أسيد. إنزيم كلكم انتبهوا طلابي لهذا، يسمونه الأميدو فوسفوريبوسايل ترانسفيريز إنزيم، واغلب مركبات البيورين والبيورين تشتغل هنا تسوي انهبيشن لهذا الانزيم، يعتبر هذا كي انزيم فور سينثيسيس اوف بيورين. اذا سوينا له انهبيشن فمعناها فما راح يتحضر عندي من هو النيوكليوتايد، وما راح يتحضر عندي لا الدي ان اي ولا الار ان اي. نجي الخطوه الاولى قلنا، الخطوه الثانيه هو اضافه جلايسين، بوجود الجلايسين وبوجود عندي العوامل المساعده حيتكون عندي هذا الانترميديت، تنضاف الجلايسين على ذرة النيتروجين اللي هي NH2 في رقم واحد، فحيتكون عندي الجلايسين أمايد ريبونيوكليوتايد، ومن ثم حيصير عندي عملية فورميليشن للترمينال NH2 أوف جلايسين بوجود N510-methinyl tetrahydrofolate، حيصير عملية فورميليشن معناها إضافة فورمايلو اللي هي الألديهايد. بعد ما صار عندي فورميليشن هذه هي الكربون، هذه الكربون إذا جاي تلاحظون هذه الكربون، الكربونيل حنحولها إلى أميدين، تتحول إلى أميدين بوجود الجلوتامين اللي هو NH2 الموجودة بالجلوتامين، تحول الكربونيل إلى أميدين، حيتحول عندي إلى الأميدين اللي هو يدعى بالألفا N فورميل جلايسين أمايد ريبونيوكليوتايد، ومن ثم عندي حيصير عندي سايكلايزيشن وحيتكون عندي هذا الانترميديت اللي هو 5 امينو اميدازول ريبونيوكليوتايد، هذا الانترميديت. اذا انا بهذا السلايد اول شيء اللي حضرته، انا حضرت قلنا البيورين يتكون من حلقتين خماسيه وسداسيه. اذا تلاحظون يا حلقه تحضرت عندي هنا الحلقه الخماسيه، الحلقه الخماسيه اللي هي الاميدازول. اذا يبقى شنو نحضر؟ لازم الحلقه السداسيه. اذا تلاحظون الحلقه السداسيه عندنا ثلاث ذرات من الحلقه السداسيه موجوده ضمن الحلقه الخماسيه، اذا بعد احتاج الى ثلاث ذرات اخرى. نبدا الثاني، هذا السلايد الثاني. هنا وين انتهينا؟ انه حضرنا الفايف امينو اميدازول ريبونيوكليوتايد. نجي نسوي كاربوكسيليشن، نسوي كاربوكسيليشن على هاي ذره الكربون بوجود السي او 2 حيتحول الى 5 امينو اميدازول فور كاربوكسيليت. بعد ما سوينا كاربوكسيليشن حنضيف مجموعه امينو جروب على هذه الكاربوكسيل بوجود من هو الاسبارتيك اسيد. الاسبارتيك اسيد حيطلع عندي الفيوريك اسيد ويعطيني هذا الانترميديا، صار عندي سي دبل بوند او ان اتش 2 5 امينو اميدازول فور كاربوكسيل ريبونيوكليوتايد. الخطوه اللي بعدها طلاب حيصير عندي فورميليشن، حيصير عندي فورميليشن على ذره النيتروجين هيدروفوليت، حيتحول الى تنضاف لمجموعه الديهايد، ومن ثم سايكلايزيشن، حيتكون عندي أول انترميديت ضروري في تحضير القواعد النيتروجينية اللي يسمونها الإينوسينيت. إذا تلاحظون صار عندي هذا البيوري، والبيوري مرتبط بالشوغر ومرتبط بالفوسفي يسمونه النيوكليوتايد.
يسمون الإينوسينات أو يسمون الهايبوكسانثين، يسمون الإينوسين مونوفوسفات IMP. حتى نحضر الأدينين مونوفوسفات والجوانين مونوفوسفات قلنا نحتاج الانترميديات مالتي اللي هو الإينوسينات الإينوسين مونوفوسفات. هنا الإينوسين مونوفوسفات أنا أعرف الأدينين الأدينين اللي هو عبارة قلنا يحتوي على NH2 في الموقع 6، إذا أحتاج أغير هذه الكربونيل إلى NH2. شلون حغير هاي الكربونيل إلى NH2؟ وجود الأسبارتيك هنا حتتغير هذه الأكسجين بالنيتروجين إذا تلاحظون، ومن ثم تغادر مجموعة الفيوماريك أسيد ويتكون أدينوسين مونوفوسفات اللي هو هذا النيوكليوتايد الأول حتى يتكون عندي DNA RNA. زين شلون يتحضر الجوانين مونوفوسفيت؟ الجوانين مونوفوسفيت أيضا الستارتنج ماتيريال مالته اللي هو الإينوسين مونوفوسفيت، حيصير عندي أوكسيديشن على ذرة الكربون رقم 2 هذه، حيصير عندي أوكسيديشن إلها يتحول إلى الإكزانثيلات، ومن ثم بوجود الجلوتامين حتتحول هذه الأكسجين على ذرة الكربون إلى NH2 فحيتكون عندي الجوانين مونوفوسفيت. إذا عرفنا خطوات تحضير الأدينوسين مونوفوسفيت والجوانين مونوفوسفيت. إذا هسه أقدر أعرف هنا شغل البيورين أنتاغونس، شلون حيشتغل البيورين كأنتاغونس. البيورين أنتاغونس يعمل إنهبيشن للبيورين سينثيسيس، يعني هاي الخطوات يسوي لها إنهبيشن وبتحضر عندي لا الأدينوسين مونوفوسفيت ولا الجوانوسين مونوفوسفيت، بالتالي ما يتحضر عندي لا الدي إن أي ولا الآر إن أي. زين بيا خطوات هو حيسوي لي إنهبيشن، يسوي لي إنهبيشن على الخطوة الأولى إذا تذكروها طلاب، قلت لكم إنهبت the conversion of 5 phosphoribosyl pyrophosphate into 5 phosphoribosyl أمين بوجود يا إنزيم إذا تذكرون. هو الانزيم اللي حكيت عليه اللي هو الاميدو فوسفورايبوسايل ترانسفيريز انزيم، اذا سوينا له انهبيشن معناه هذه الخطوه حيصير شنو بيها انهبيشن، اذا هنا حيشتغل البيورين انتاغونس. ايضا يسوي انهبيشن انهبيت ذا كونفرشن اوف انوسينيك اسيد تو ذا ادينايك ساكسينيك اسيد، وين هذه الخطوه؟ هذه معناها يشتغل هنا انهبيت ذا كونفرشن اوف انوسينيك تو ذا ادينايك ساكسينيك اسيد، يسوي انهبيشن الى هذه، أو يسوي إنهبيشن لتحويل الأدينال ساكسينيك أسيد إلى الأدينوسين مونوفوسفيت. أيضاً يسوي إنهبيشن للكونفرشن أوف إنوسينيك أسيد تو ذا إكزانثيليك أسيد، يا خطوة إذا ترجعون اللي هي هذه الإنوسينيك تو ذا إكزانثيليك أسيد اللي هو هذا يمنع عملية الأوكسيديشن. إذن إذا سوى إنهبيشن لهذه الخطوات إذن أنا ما صار عندي سينثيسيس، فإذا يشتغل as anti-metabolite بالتالي treatment of cancer. عندي نوعين من البيورين antagonist، نوعين من المركبات اللي هو 6-mercaptopurine، إذا تلاحظون هذا التركيب 6-mercaptopurine و 6-thioguanine. إذا تلاحظون طلاب عندي هذا الهايبوكسانثين، هذا الهايبوكسانثين أو الإينوسينيت إذا تتذكروها الإينوسينيت يسمونه الهايبوكسانثين. إذا الـ R عندي تساوي لـ H هو هايبوكسانثين، إذا الـ R تساوي لـ NH2 شنو معناها؟ إجوانين. عندي نوعين من المركبات قلنا 6-mercaptopurine اللي هو هذا أول نوع، معناها بدال الـ OH شنو صار عندي؟ SH، يسمونه 6-mercaptopurine. لكن إذا الـ R تساوي لـ H، لكن إذا الـ R تساوي لـ NH2 هنا SH شنو معناها صار عندي؟ 6-thioguanin، يعني عندي نوع من المركبات 6-mercaptopurine و 6-thioguanin. هذه المركبات هي تعتبر ازوستيريك إلمن للهايبوكسانثين في حالة 6-mercaptopurine، والازوستيريك إلمن للإجوانين في حالة 6-thioguanin. قلنا هاي المركبات اللي هي حكينا عنها تكون inactive in this form، ليش؟ لأن هي عبارة لازم نحولها إلى شنو طلاب؟ لازم شو تتحول؟ تتحول إلى نيوكليوتايد. إذن حتى تتحول إلى نيوكليوتايد إذن هي برودرك inactive in this form must be activated to the nucleotide. إذن حتى تتحول إلى نيوكليوتايد نحتاج إنزيم اللي هو من هو؟ هذا هو الإنزيم يسمونه هايبوكسانثين جوانين فوسفورايبوسايد ترانسفيريز إنزيم ويرمزوا له HGPRT. هذا الإنزيم مسؤول على تحويل المركبات الدرجز اللي هي مركابتوبيورين والثايوغوانين إلى النيوكليوتايد الموضح أمامكم. هذا النيوكليوتايد يعتبر أكتف
ثايوبيورين ريبونيوكليوتايد قلنا ويتكون عندي ال 6 ثايو إينوسينيك أسيد لما تكون عندي هاي ال RH و 6 ثايو غوانيليك أسيد لما تكون عندي ال RNH2 يعني عندي مركبين. أنا دمجتهم سوية للسهولة حتى لكن مرة عيد لك ميكازم وتعتبر الميكازم عليك كبيرة عندي مركبين زين. هذا المركب هذا حيشتغل كأنتي ميتا بولايت يشتغل as anti meta polite we use for treatment of cancer. معناها أي cancer cell اللي يكون بها lack أو deficiency لهذا الإنزيم ما حيصير عندي resistance لهذا الدرجز للدرجز اللي هو ال 6 mercaptopurine وال 6 thioguanine. فإذا أهم شيء تكون تتوفر بالكانسر سيل هذا الإنزيم لأنه هو المسؤول على يسوي أكتيفيشن للدرجز. إذا حيتكون عندي هذه المركبات وهي تشتغل كأنتي ميتابوليت وأنا سأحجيكم بالتفصيل شنو الميكانيزم أوف أكشن. في حالة السكس ميركابتوبيورين انتبهوا بالله فقط السكس ميركابتوبيورين السكس ميركابتوبيورين حيصير بميثيليشن على ذرة الأس الثايوبيورين مثل ترانسفيريز إنزيم بوجود هذا الإنزيم موجود الكوفاكتر السام اللي تذكروها أس أدينوسيل ميثوني فحيتكون إلى هذا الكمباوند اللي هو المثل جروب حيث يصير أكتب أس مثل ثايوبيورين اللي هو ريبونيوكليوتايد اللي يكون مشتق من ستامر كابتوبيورين معناها أس مثل ميركابتو بيورين اللي هو هذا وهذا يعتبر أيضا كأكتيف ميتابولايت ويشتغل شغل هذا المركب نفسه اللي هو ما بي مثل جروب في حالة السكس ميركابتو بيورين. لكن في حالة الثايوغوانين السكس ثايوغوانين لاحظوا أنه المسألة لا تختلف تماما لأنه هذا البرودكت أما أن يتكون بكمية قليلة أو أصلا ما يتكون هذا المركب في حالة السكس ثايو غوانين فما عندي السكس مثل ثايو غوانين ما يتكون عندي هذا المركب. لكن في حالة السكس ميركابتوبيورين حيتكون عندي هذا المركب وأيضا يعتبر أكتيف ميتابولايت. الشغلة الثانية بهذه المركبات السكس ميركابتوبيورين والسكس ثايو غوانين أنه مباشرة يصير بها ميثيليشن على ذرة الكبريت بوجود نفس الانزيم الثايوبيورين مثل ترانسفيريز والسام كوفاكتر فيتكون عندي هذا البرودكتس ليوميثيليشن على الاس في حاله وهذه المركبات تكون ان اكتف عكس هذه يكون اكتف. ليش تكون ان اكتف؟ لانه هذه ما يصير بيها تكون نوت سبستريت فور ذس انزيم ما تتحول الى نيوكليوتايد ما تتحول الى نيوكليوتايد لذلك تكون هذه المركبات ان اكتف. نجي إلى 6 ميركابتوبيورين ميكانيزم أوف أكشن عند different ميكانيزم أوف أكشن. أول شيء يسوي inhibition للإنزيم الأول اللي ذكرناه قبل شوية اللي هو معناها inhibit the conversion of 5-phosphoribosyl pyrophosphate to 5-phosphoribosyl amine. إذن معناها inhibition اللي يسوي inhibition لأول خطوة للأميدو إنزيم. الشيء الثاني يسوي inhibition the conversion of inosinic acid to the adenylic acid الخطوة الأخيرة اللي ذكرناها من تحول عندي الإينوسينيت أو الإينوسينيك أسيد يمنع تحوله إلى الأدينين مونو أدينوسين مونو فوسفيت. وهنا سوي الانهبيشن at two step. الخطوة الأولى اللي هي inhibit the reaction of إينوسينيك أسيد with aspartate to give adenyl succinic acid وأيضا يسوي inhibition للخطوة الثانية اللي هو lose of fumaric acid to give adenosine monophosphate. أيضا mechanism of action لل 6 ميركابتوبيورين inhibit the oxidation of inosinic acid to the xanthic acid هاي من النوع الشغلة المهمة أيضا. ومن الأمور المهمة لل 6 ميركابتوبيورين إنه يتحول إلى داي والتراي نيوكليوتيد بالتالي يحدث incorporation into the DNA and RNA synthesis وبالتالي interfere with further chain elongation بالتالي inhibit the DNA and RNA synthesis. من الشغلات المهمة للسكس ميركابتوبيورين يحدث له كاتابوليزم اللي حكيناه قبل شوية من سوينا اكتيفيشن للبيورين انتاغونست كان يسمونه الانابوليزم رياكشن. الكاتابوليزم معناها يسمونه انهبيشن للاكتيفيتي للسكس ميركابتوبيورين. السكس ميركابتوبيورين يصير بأوكسيديشن بوجود الجوانيز انزيم فحيصير عندي أوكسيديشن على ذرة الكربون رقم 2 يسمونه الثايوكسانثين بعدين بوجود الإكزانثين أوكسيديز إنزيم فحتتحول 6 ثايو يوريك أسيد هذا 6 ثايو يوريك أسيد.
حتى نسوي انهبيشن لهذه الخطوه. لاحظوا انه الالوبيورينول هذا يسوي انهبيشن للاكزانثين اوكسيديز انزيم وبالتالي يمنع تكوين السكس ثايوريك اسيد. اذا الالوبيورينول يزيد الاكتيفيتي of 6 mercaptopurine لكن بنفس الوقت يزيد التوكسيسيتي لل 6 mercaptopurine. لاحظ وننتبه طلاب اذا في حاله الكوادمنستريشن ال 6 mercaptopurine مع الالوبيورينول اللي هو يمنع تكوين اليوريك اسيد لانه ناتج من تفكك البيورين من الميتابوليزم للبيورين لازم نسوي كات اوف ايفنت لل 6 mercaptopurine لانه يزيد الاكتيفيتي وايضا بنفس الوقت يزيد التوكسيسيتي. اليوزز اوف 6 mercaptopurine يستخدم بالاكيوت لمفوساتيك لوكيميا. الدوزج فورم موجود عندكم والسايد افكت موجود عندكم. الثايوغوانين الميكانيزم اوف اكشن نفس ما ذكرنا في حاله ال 6 mercaptopurine. اول شيء يمنع اول خطوه انهبيت ذا كونفرشن اوف 5 فوسفورايبونيوكليوسايد الى 5 امينو inhibit the conversion of 5 phosphoribosyl pyrophosphate to the 5 phosphoribosyl amine. هذه قلنا يشبه الخطوة الأولى. الميكانيزم الثانية المهمة الأولى إنه يتحول قلنا إلى داي والتراي تراينيوتايد وبهذه الحالة العفو داي وتراي فوسفيت وبالتالي حيصير بي incorporation into the DNA and RNA وبالتالي inhibit the further chain elongation. الشغلة المهمة اللي بالسكس أو الثايوغوانين اللي تختلف عن السكس توبيورين في حالة استخدام الألوبيورينول هنا ما يأثر على السكس ثايوغوانين فما نحتاج إنه نسوي كات أوف للدوز للثايوغوانين ما يشتغل نفس التأثير عليه. اليوزز ما تيوزز بالأك كيوتنول موجود على شكل تابلت 40 ميلي جرام. طلاب الحد هنا منه عنده إشكال؟ هدزلكم رابط الحضور. حتى نحضر مركابتوبيورين والثايوغوانين نحتاج الستارتنج ماتيريال الهايبوكسانثين اللي هو الار تساوي لي اتش في حاله ال6 مركابتوبيورين والار تساوي لي ان اتش2 اللي هو الجوانين في حاله الثايوغوانين. هنا بوجود البي2 اس5 وجود البيريدين حيتكون عندي المركابتوبيورين والثايوغوانين. عندكم أي سؤال قبل لا أغلق الميت؟